الأصل الثاني، السؤال الثاني الذي تسأل عنه في قبرك، السؤال الثاني تسأل عنه في قبرك، ما دينك؟ بالله يسألك سائل وانت تمشي في الطريق يقول ما دينك؟ ايش تقول؟ الإسلام ديني، أنا مسلم، مكتوب عندي في الهوية ميم سين لام ميم، ميم سين لام ميم. هو لا يعرف إلا هذا، تسأل ما هو الإسلام لا يدري، من نبي هذه الأمة لا يدري، هذا مسلم هذا لا، ميم سين لام ميم. وأراد الكفار أن نصل إلى هذا الإعراض عن دين الله بالكلية، لا يتعلم ولا يعمل. ما هو الإسلام؟ قال الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، تفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة، والانقياد له بالطاعة. مسلم تطيع، أذن المؤذن لماذا لا تصلي؟ مسلم؟ قال نعم، إذا لابد تصلي. والبراءة من الشرك، وهذا قلنا وسطية أهل السنة في التعامل، لابد أن المسلم يتميز عن اليهودي عن النصراني، لا يمكن أن يحب اليهودي والنصراني. يحب له الخير؟ نعم، والخير في دخوله في الدين الإسلامي. يفي له بالعهود؟ نعم. يتعامل معه في البيع والشراء؟ لا إشكال فيها. هذا الإسلام. مراتب الدين كم؟ ثلاث مراتب الدين الإسلامي، ثلاث مراتب، ثلاث درجات. المرتبة الأولى الإسلام، المرتبة الثانية الإيمان، المرتبة الثالثة الإحسان. كل مرتبة لها أركان، أركان الإسلام خمسة، وأركان الإيمان ستة، والإحسان ركن واحد، والله أعلم.